للنقاش ينضم إلينا من عمان المحلل والخبير العسكري اللواء فايز الدويري، وينضم إلينا من برلين المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 السيد عمر أبو ليلى. سيد عمر مرحبا بك، ما الذي جرى أمس مساء في مدينة الطبقة؟ غارات مجهولة استهدفت حقل الثورة النفطية، لكنها حادثة تأتي بعد أن تناولت خبر وكالة سانا أو نشرت وكالة سانا خبر مفاده أن جنود أمريكيين أصيبوا أثناء اشتباكات في الحسكة وأيضا عناصر من قصد. بالمقابل جاء النفي الأمريكي، ما الصحيح وما الزائف من هذه الأخبار وما الذي جرى بالضبط؟ طبعا مساء الخير لك وللسادة المتابعين وضيفك الكريم. بالنسبة ل وكالة سانا، كما قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي في تغريدة سابقة منذ عدة أيام، أن هذه الوكالة بإمكانها أن تحصل على جائزة بالكذب لكثرة الأخبار الزائفة التي تتداولها، أو حتى إن سميناها أو أطلقنا عليها مسمى البروباغندا المعاكسة التي يلجأ إليها نظام الأسد، وهو مفلس حقيقة، يحاول قدر الإمكان أن يؤثر على المناطق التي هي بالأساس خارج سيطرته، وعلى وجه الخصوص المناطق المتواجدة في شمال شرق سوريا، على وجه الخصوص أكثر في شرق دير الزور. يعني نتكلم عن المناطق التي يتواجد بها التحالف الدولي أو القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية. هذه الشائعات لم تتوقف منذ وقت ليس قريب. طبعا نفى التحالف الدولي ونفى عبر متحدثه الرسمي الكولونيل أو العقيد مايلز هذه الأخبار. بالنسبة للقصف الجوي الذي عرضت له الطبقة أو مناطق سيطرة الأسد أو الحقل النفطي، هو ليس القصف الأول يا سيدي الكريم على مستوى دير الزور. نحن كأبناء المنطقة لم نعد نستطيع إحصاء هذا القصف، حتى في اليوم أحيانا تغير طائرات أكثر من مرة وتقصف مناطق ولا نعلم إلا بعد بضعة ساعات. طيب برأيك من يقف وراء هذا القصف، التحالف الدولي أم الطيران الإسرائيلي؟ لنكون واضحين أكثر، كلاهما التحالف الدولي وإسرائيل كلاهما يصنفان، أو بالنسبة الأكبر من المجتمع الدولي بشكل كبير يصنف إيران على أنها هي دولة محتلة، هي تنشر التطرف والإرهاب كما داعش كما باقي الفصائل الأخرى المتطرفة التي ذهبت إلى سوريا واستوطنت في سوريا وتم زوالها. لذلك أهداف المجتمع الدولي واضحة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين واضحة جدا بطرد إيران من سوريا لأنها تشكل خطرا على الإسرائيليين كما يصرحون بشكل مستمر. طبعا القصف الذي تتعرض له إيران سواء في دير الزور أو في الرقة أو حتى في مناطق أخرى ولا يعلم به الكثيرون إلا بعد وقت لاحق، هو يعني من ضمن سلسلة قضم الوجود الإيراني وتحجيمه. لربما لا، هذا القصف يريد منه المجتمع الدولي تحجيم الإيرانيين أكثر عن في 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 سبيل طردهم من سوريا، لأنه من المستبعد لي شخصيا أنا كابن دير الزور أن نتكلم عن سيناريوهات عسكرية مواجهة وجها لوجه ما بين ربما قوات سورية محلية والإيرانيين، حتى أن اضطر الأمر في ذلك في دير الزور أنا أستبعد هذه الخيارات. لذلك يصعد المجتمع الدولي على وجه الخصوص إسرائيل بهذه الضربات الجوية. نعم لواء فايز، عادة ما مرحبا بك مساء الخير، عادة ما يتم استهداف منشآت عسكرية للنظام أو يتجمع فيها إيرانيون وما إلى ذلك من هذا الكلام، لكن هذه المرة تم استهداف منشأة اقتصادية حقل الثورة، والذي يعني من جديد تم تشغيله مرة أخرى بعد أن سيطر عليه من قبل النظام في عام 2017 تقريبا. ما تعليقك على الموضوع وما الرسالة التي يحملها؟ نعم يعني الآن حتى هذه اللحظة المعلومات شحيحة جدا، والحديث عن طائرات مجهولة، وضيفك أشار إلى إسرائيل وتحدث وذكر مفردة المجتمع الدولي. أنا أقول هنا التوجه الإسرائيلي، لأنه التحالف يباشر بالرد الفوري القوي العنيف في أي لحظة عندما تتعرض قواعده إلى أي خطر داهم أو خطر قريب. إسرائيل تاريخيا منذ عام 2011 وضعت خطوط حمراء وزادت عدد هذه الخطوط، بدأت بالصواريخ البالستية، الصواريخ البحرية، العوامل الكيماوية، معامل الدفاع، تطوير قدرات ودقة الصواريخ، فبالتالي هناك تدرج متصاعد في انتقاء الأهداف. الآن هناك خصوصية لحقل الثورة. حقل الثورة حسب المعلومات المتاحة يوجد 17 بئر نفط ويوجد 7 آبار غاز. الآن نحن أمام 24 بئر نفط وغاز، جميعها يوجد حولها قوات للنظام
ومن ضمنها قوات للإيرانيين. فإذا تم استهداف القوات التي، وهذا أمر، هذا ما أرى أنه حدث، تم استهداف المواقع العسكرية القريبة من الآبار 24، ولكن تم استهداف 3 منها، لأن هناك 3 انفجارات. إذا دعني أقول قد يكون الاستهداف، قد يكون الاستهداف لا يزال في إطاره العسكري، لأن هناك تواجد إيراني، كما تم استهداف معامل الدفاع في السفيرة وفي جنوب حلب وفي مختلف المناطق في وادي جهنم في الكسوة. إذا دعني أقول لا يزال هناك ضمن إطار معين. لكن هل تم استهداف الآبار؟ لو تم استهداف الآبار لكانت الآثار الناتجة حدوث اشتعال وحرائق، هذا لم يحدث. إذا أنا أرى أنه تم استهداف القوات المتواجدة على مقربة من هذه الآبار، وهذه القوات قد يكون جزء منها قوات إيرانية، قد يكون وصلها أسلحة، قد يكون وصلها صواريخ، قد يكون لديها مخططات لتنفيذ عمليات. إذا دعني أقول لا أزال أضع الهجوم الإسرائيلي في إطاره ضمن السنوات الماضية، وهو تحجيم الوجود العسكري الإيراني وليس تجفيف المنابع النفطية ومنع إيران من الاستفادة منها. يا سيدي، هل تم استهداف الآبار النفطية؟ هل هناك آثار؟ هل هناك حرائق؟ هل لم نرى ذلك؟ لم نجد في كل وكالات الأنباء ما يشير إلى ذلك. ولكن بما أنه هناك مواقع عسكرية على مقربة من هذه الآبار 7 غاز و14 آبار نفطية، ومؤكد وجود ميليشيات إيرانية وأتباعها مع القوات السورية في تلك المناطق، فأنا أرى أنه تم استهداف التواجد العسكري الإيراني في تلك المنطقة. نعم، طالما نتحدث عن القوات المتواجدة هناك سيد عمر، يعني أنا أعرف منها بحسب ما تداوله الصحف، كتائب البعث والتقارير، أيضا كتائب البعث والدفاع الوطني، وميليشيا القاطرجي المدعومة من إيران، هذه الميليشيا النفطية الجديدة التي خرجت إبان الثورة بعد الثورة. سيد عمر، من هي القوات الموجودة في هذه المنطقة حوالي حقل الثورة بحسب معلوماتك؟ نعم يا سيد الكريم، هي واجهة، هي ليست إلا غطاء للميليشيات الإيرانية التي تتواجد من العراق مرورا بالبوكمال وصولا إلى الطبقة ميادين دير الزور الطبقة وهلم جرة. هذه الميليشيات السورية هي لا تموت بصلة للقرار المتخذ في سوريا والذي تفرضه إيران فيما يتعلق بهذه الأمور. لذلك نحن نتكلم عن أن هذا القصف ليس عشوائي، لنكون واضحين جدا. لن تسير إسرائيل أو المجتمع الدولي إن صح التعبير، أو حتى التحالف إن كان هو قد قام بهذا القصف، مع أن يستبعد ذلك، لن يسيروا أي طائرة ليقصفوا مكانات تتواجد بها كتائب البعث أو كتائب ميليشيات سورية، يعني لا تصمد أمام بضعة مقاتلين من الجيش الحر أو فصائل سورية محلية. هذا أمر فارغ منه. الاستهداف هو اللي نسميه بالمسمى الواضح، هو استهداف نوعي، استهداف دقيق، حاله كحال الاستهدافات التي جرت في محيط بادية الميادين أو البوكمال أو حتى المناطق الأخرى التي قصفت ولا تزال تقصف حتى اللحظة. أستبعد أن الاستهداف جاء لتحجيم الوصول إلى منابع النفط أو من هذا القبيل، لأنه حتى اللحظة التحالف الدولي على وجه الخصوص صرح بشكل واضح أنه يتواجد في سوريا، وعلى وجه الخصوص في شمال شرق سوريا، لمنع وصول تنظيم داعش تحديدا لمنابع النفط أو هذه الآبار. لذلك هذا القصف أنا أرجح أنه استهدف بالدرجة الأولى التواجد الإيراني في هذه المنطقة، مع أن هذا التواجد أو الإيرانيون بشكل عام، ميليشيات إيران تتواجد بالنسبة الأكبر في دير الزور، وتحديدا من مدينة الميادين وصولا إلى البوكمال وبواديهما حتى أطراف العراق. لذلك اليوم هذا، إذا ما نظرنا خلف هذا القصف نجد أن هناك أهداف أخرى غير معلنة. الموضوع لا يتعلق بآبار النفط، نظام الأسد والقاطرجي طبيعي جدا أنهم يسعون جاهدين للحصول على قطرة من النفط، كما هو الحال في دير الزور، يحاولون أن ينعشوا الاقتصاد أو يخففوا عبء الديون والتراكم الاقتصادي والانهيار، ليس تراكم، انهيار اقتصاد
اقتصادي غير مسبوق، طيب. خصوصا وتحديدا 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 قبل تنفيذ قانون قيصر المزمع خلال عدة أيام أن يبدأ بشكل رسمي على في نعم تنفيذه في عمر، سوريا. تعليقا على خبر وكالة سانا، يقول الخبر ان الموكب الامريكي تعرض لكمين بالرشاشات حصل عند الحدود الاداريه بين دير الزور ومدينه الحسكه. جاء النفي الامريكي ليقول لا يوجد قوات امريكيه في هذه المنطقه. نود منك معلومات عن هذه المنطقه، الحدود الاداريه بين دير الزور والحسكه، من القوات المتواجده فيها، ولماذا قد تاتي سانا بهذا خبر بخبر كهذا؟ يا سيدي، ليس جديدا. سانا تختلق الاخبار الان، بامكانها ان تختلق خبرا ان هناك اشتباكات بين مثلا قوات طيب، قسد خصوصيه او هذه المنطقه اذا. نعم أخي الكريم، بالنسبة للدورية خلينا نتكلم بشكل واضح عن التحرك الأمريكي أو تحرك القوات الأمريكية ما بين الحسكة ودير الزور. نحن في دير الزور 24 على وجه الخصوص حتى يوم أمس وثقنا العديد من تسيير هذه الأرتال، لكن الأخبار التي تتكلم بها وكالة سانة هي أخبار كاذبة. هذه الأرتال هي تعزيز تذهب من الشدادي أو من الحسكة أو مناطق أخرى تدخل إلى دير الزور خلال الأسابيع الماضية بشكل شبه يومي. وكالة سانا أو الوكالات التابعة لنظام الأسد هي لا تتوقف عن اختلاق هذه الأخبار. نحن لدينا مراسلون يتواجدون على كافة المناطق الجغرافية في دير الزور وتحديدا في شرق الفرات، حتى في الريف الشمالي الواصل ما بين دير الزور وما بين محافظة الحسكة. طيب، جميع المصادر التي تعمل معنا نفت قبل حتى أن ينفي المتحدث باسم التحالف الدولي هذه الأخبار التي تكلمت عنها وكالة سانا. نعم، لواء فايز، برأيك ما الهدف بالنسبة للنظام من وراء هذه التحرشات الإعلامية إن صح التعبير بالولايات المتحدة؟ استخدمت مصطلح تحرشات إعلامية أو بروبوغندا، ليست أكثر من ذلك. الآن أنا هنا لا أمتدح الأمريكي ولست مع التواجد الأمريكي، ولكن من خلال الدورات وهي عديدة جدا التي عملتها في أمريكا أعرف كيف يعمل الأمريكي وكيف يخطط الجيش الأمريكي. عندما تتحرك في مناطق ما يسمى suspected area، المناطق المشتبه بها بأن هناك خطر يوجد في هذه المنطقة، تتخذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية لتحول دون حدوث أي مفاجأة. قد لا تكون ناجعة 100%، ولكن قد تكون درجة النجاعة أكثر من 90%. لهذا السبب تحدث بعض الحالات أن يتم إطلاق نار وإصابة جندي أو قتل جندي كما حدث في الشهر الماضي إلى غير ذلك. الأمريكيين إذا أرادوا أن تتحرك، وبإمكانك أن تسأل ضيفة، قد يتحرك من نقطة ألف إلى باء. هذه المنطقة قبل أن تتحرك القافلة بساعات وقد تكون بأيام وليالي يتم استطلاعها، استطلاع جوي واستطلاع أرضي. عندما تتحرك القوات تكون الطائرات على أهبة الاستعداد، سواء طائرات مجنحة أو طائرات درون أو طائرات عمودية. تكون هناك طائرات درون استطلاعية في المنطقة تمسح المنطقة وهي على تستطيع الإرسال المعلومة مباشرة إلى قائد الدورية الذي يتحرك، وتقول له توجد في المنطقة النقطة إحداثيات، يوجد كذا وكذا وكذا، أو توجد حركة مشبوهة، أو توجد أمور غير مألوفة. وبالتالي يكون الأمريكي على أهبة الاستعداد، وتكون الطائرات المجنحة والطائرات العمودية وطائرات الدرون على أهبة الاستعداد لإنقاذ الأمريكي فيما إذا تعرض إلى خطأ ما. ودعنا نعود إلى المجزرة التي تعرض لها الفاغنر شرق دير الزور عندما تم قتل أكثر من 300 منهم خلال أقل من ساعة عندما كادوا أن يلحقوا الضرر بالأمريكيين. طيب، إذن دعني أقول هو ليس أكثر من تهويل وتهويش إعلامي وبروبوغندا بأن الوضع قلق بالنسبة للأمريكيين. ترامب تحدث صراحة وقال هذا النفط وضعنا يدنا عليه. ألم يتم إخراج قوات قسد منذ فترة طويلة من حق الكونيكو؟ وتم والبوابات كانت تحت حراستهم وسحبت الحراسة منهم وأصبحت تحت الحراسة الأمريكية. إذن أمريكا موجودة في المنطقة هذه لأسباب قد تكون جيوستراتيجية، ولكن النفط يبقى هو العامل الرئيسي، وتحدث عن ذلك ترامب صراحة. لواء فايز، تناولت وكالات الأنباء مؤخرا خبرا مفاده إدخال الولايات المتحدة أبراج اتصالات إلى مناطق شمال شرق سوريا. ما إذا صحت هذه الأخبار، بماذا تخدم واشنطن هذه الأبراج برأيك عسكريا؟ أو مؤشر على ماذا؟ نعم، لا يعني الآن هناك أحداث ومستجدات،
وعلى الأمريكيين أن خاصة الجيش الأمريكي أن يواكب ذلك. دعني فقط أعطيك إشارة. تفضل. موازنة الدفاع الروسية 67 مليار، موازنة الدفاع الأمريكية 760 مليار، يعني أكثر ب 700 مليار. فبالتالي يتم تسخير التكنولوجيا بصورة مطلقة لتحقيق الأهداف وسلامة أمن الأفراد. قد تكون توفرت لديهم معدات تقنية أكثر تطورا تزود مباشرة، قد يكون لديهم مخطط مستقبلي على بعد أشهر يتم التحضير له. إذن الآن هو تم إدخال أبراج اتصالات دخلت عبر معبر الوليد، ذهبت إلى الشدادي، ومن الشدادي تم إرسالها إلى حقل كونيكو ونصبها. إذن هذا لخدمة الاتصالات. سيدي في حرب 91، في حرب 91 عندما كان لا يوجد نت ولا يوجد شيء ولا المعلومات، وهذه معلومات موثقة وتحمل مسؤوليتها ودرستها في أمريكا لاحقا بعد 90. سيدي كانت المعلومة ترسل إلى المركز القيادة والسيطرة إما في أستراليا أو في هاواي، وتعود الإجابة خلال أقل من دقيقة إلى القائد الميداني. وبالتالي عندما نتحدث في عام 2000 في هاواي، في إيجاز قدم لي في هاواي في مبنى القيادة والسيطرة، الآن أصبحت المعلومة متاحة للجميع على الويكيمابيا، تستطيع أن تشاهد أي نقطة. لا، أنا شاهدت موقع بيتي من هاواي بصورة حية، فيديو حي. سألوني أين أنت؟ أنا من كذا ومن كذا ومن كذا، وظهر صورة بيتي. ولا أزال أذكر أنهم قالوا لي الرؤية جيدة، الرطوبة 30% وسرعة الرياح 10 ميل بالساعة. هذه المعلومة أعطوني إياها عن بيتي وأنا في هاواي وشاهدت بيتي حي، لايف حي في عام 2000. عمر أختم معك، معلومات إضافية عن منظومة الاتصالات أو الأبراج التي أدخلتها واشنطن إلى شمال شرق سوريا. نعم، طبعا ليس جديد، التحالف الدولي خلال الأسابيع الماضية بشكل يعني مستمر يستخدم العديد من التعزيزات، سواء كانت العسكرية أو اللوجستية أو حتى التقنية، وهذا لا يدلل على أن المنطقة ذاهبة إلى حرب أو المنطقة ذاهبة إلى سيناريو مرعب أو من هذا القبيل، كما يحاول بعض المحللين أو بعض البعيدين عن الواقع تفسيره. ليس بالضرورة أن يكون ذلك، على العكس، اليوم التحالف الدولي يحاول تحصين المنطقة، وحتى نحن بدير زو 24 في شبكة دير زو 24 أجرينا في الأمس مقابلة مع الناطق باسم التحالف الدولي، وأكد على استمرار وجود القوات الأمريكية في دير زو طالما أن هناك وجود لخلايا داعش أو لداعش، ولمنع وصولهم لمنابع النفط. لذلك هذه التعزيزات تأتي لتحصين المنطقة بالكامل من عودة تنظيم داعش بالدرجة الأولى ولحسابات أخرى لربما من السابق الحديث عنها. شكرا جزيلا لك، المدير التنفيذي لشبكة دير زور 24 من برلين السيد عمر أبو ليلى. لا أنسى أن أشكر من عمان كان معنا المحلل والخبير العسكري اللواء فايز الدويري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد الفاصل.